What is the direction of the induced current, conventional, through the resistance if the bar moves to the left with a speed V? بتحرك يسار، فالاريا اللي فيها الماجنتيك فيلد داخل الصفحة بتقل، فاحنا عايزين induced current يحاول يعوض الفرق، يحاول يزود لجوه. لو عملنا التيار لفوق يبقى هيديني ماجنتيك فيلد لبره، فكده هيقلل اكثر، لكن لو عملناه لتحت يبقى هيولد لي ماجنتيك فيلد لداخل الصفحة يعوض الفرق. ده عمال يمشي يسار فالاريا بتقل، وبالتالي الفلكس عمال يقل. التيار لتحت يولد ماجنتيك فيلد لداخل الصفحة يزود الفلكس، وبالتالي اتجاه الانديوزد كارنت لتحت. تحت ليه؟ قلنا علشان يزود الماجنتيك فيلد اللي داخل الصفحة في الاريا دي، فيزود الفلكس اللي عمال يقل نتيجة ان الاريا بتقل. طبعا ممكن تشوفها بشكل تاني، التيار لتحت والماجنتيك فلكس الداخل هينتج لي فورس يسار فتعطل السرعة يقاوم التغيير. مرة تاني، التيار لتحت الماجنتيك فيلد لجوه، وبالتالي الفورس اللي هيولدها يسار يعارض السرعة أو يعطلها، وبالتالي بيقاوم التغيير according to Lenz law. طيب كده يبقى نقول ايه؟ clockwise. اللي نازل لتحت فبيدور مع عقارب الساعة. What is the direction of the induced current through the resistance if the bar moves to the left؟ المرة دي بيتحرك يسار، نفس اللي فوق بيتحرك يسار، بس المقاومة هنا يمين، المقاومة كانت هنا يسار. يبقى الدايرة بتاعتي اهي، بيتحرك يسار فالاريا بتزيد. طالما الاريا بتزيد يبقى الفلكس عمال يزيد، احنا عايزين تيار يحاول يقلل الفلكس، هو للفوق او لتحت. طيب احنا عايزين فلكس لداخل الصفحة، ده بيزيد، فالفلكس اللي بره الصفحة الماجنتيك فيلد بيزيد موجود زي ما هو، ولكن الاريا بتزيد فالفلكس بيزيد. لو عملنا تيار لفوق هينتج لي فلكس داخل الصفحة ضد ده، ده اللي احنا عايزينه. يبقى معنى كده لو كان لتحت كان هيطلع لي فلكس البر، هيزود اكثر. لفوق هيعمل لي فلكس جوه الصفحة فيقلل الماجنتيك فيلد. طبعا هنا الاريا بتزيد فالفلكس عمال يزيد، احنا عايزين نقلل الفلكس. طار لفوق هينتج لي ماجنتيك فيلد لجوه فيقلل الماجنتيك فيلد اللي عندي، وبالتالي هيحاول يقلل الفلكس. نشوفها يعني بشكل تاني، عندنا تيار لفوق وماجنتيك فيلد لبره، فينتج لي فورس يمين تقلل السرعة، وبالتالي برضو بيقاوم التغيير اللي بيحصل، وبالتالي كلوك وايس اي، لأن هيمشي كده مع عقارب الساعة. هنا نفس الشيء مع عقارب الساعة.